تظاهر العشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين أمام منزل رئيس حزب معسكر الدولة بني غانتس ضد التعديلات القضائية رغم تعليقها من قبل الحكومة. وطالب المتظاهرون غانتس بعدم الوقوع فيما وصفوه بفخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وعدم الموافقة على حل وسط بشأن الديمقراطية. هم لا يتبشر على الديمقراطية الإسرائيلية. לאף אחד אין מנדט להתפשר על הדמוקרטיה. يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إذن مقال من نتنياهو، لكنه يعقد اجتماعات ويواصل مهام عمله، يعني يتعقد الوضع بكل الأحوال. إذن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يواصل عمله المعتاد رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته. هذا ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين لم تسمهم أوضحوا أن جالانت أجرى يوم الثلاثاء الماضي تحديثا أمنيا مع نتنياهو وقادة عسكريين آخرين. وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت أن نتنياهو لم يرسل إلى جالانت خطابا رسميا يؤكد رحيله، على الرغم من أن الحكومة أعلنت إقالته في بيان من سطر واحد. في المقابل امتنع المتحدث باسم نتنياهو عن التعليق مكتفيا بالقول إنه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبل جالانت. نيويورك تايمز رأت أن نتنياهو يواجه في هذه الأثناء معضلة وضعها لنفسه، فإن مضى قدما في الإقالة قد تزداد الاضطرابات في الشوارع وفي صفوف الجيش، وإن سمح لوزير الدفاع بالبقاء ترى الصحيفة الأمريكية أنه من شأن ذلك أن يتسبب في صدام داخل الائتلاف الحاكم. طيب، محللون يقولون إن نتنياهو يشعر بالقلق من تأكيد الإقالة لأنه قد يزعج القادة العسكريين ويخاطر بموجة أخرى من الاضطرابات، ويزيد من قلق الإدارة الأمريكية على اعتبار أن وزير الدفاع يعد جهة اتصال رئيسية. إذن جالانت لا يزال على رأس عمله، وإضفاء الطابع الرسمي على إقالته وفق الصحيفة الأمريكية قد يؤدي إلى تجدد الصدام مع الولايات المتحدة. من القدس المحلل السياسي شلومو جانور. شلومو، كيف يمكن تفسير وزير دفاع مقال وفي نفس الوقت يواصل مهام عمله؟ بموجب القانون الإسرائيلي الإقالة هي لدى تسلم الوزير المقال كتاب الإقالة ومضي 48 ساعة على تسلمه هذه الرسالة. ولكن بالرغم من إعلان نتنياهو ليلة السبت الماضي عن إقالة جالانت وحتى هذه الساعة لم يبعث له الرسالة، وأيضا لم يبلغ أنه عدل عن قراره، ولذلك جالانت يواصل عمله كالمعتاد وينتظر. هناك مساعي للتوفيق بين نتنياهو وبين جالانت لإقناع نتنياهو عن العدول من قراره الشفوي، وأيضا إقناع جالانت بتقديم الاعتذار لنتنياهو عن ما صرح به من أثناء تواجد نتنياهو في الخارج، وأيضا الإشادة بدور نتنياهو في خدمته وصهره على خدمة أمن إسرائيل طوال السنوات الأخيرة والماضية ومنذ كونه رئيس وزراء. ولذلك هناك الخلاف هو على صيغة الاعتذار. من جهة ثانية هناك انقسام داخل ديوان رئاسة الوزراء بين المؤيدين لعودة جالانت إلى مزاولة أعماله بدون أي تردد، وبين آخرين الذين يصرون على إقالة جالانت. نتنياهو قد يتخذ القرار في غضون الساعات، هل هو في ورطة يعني ومعضلة ووضع نفسه فيها أنه إذا أقال جالانت اضطرابات في الشوارع من جديد، وإذا أبقاه اضطرابات في داخل الائتلاف الحاكم؟
نعم هو في ورطة، ولكن أعتقد بأنه سيتخذ القرار الحكيم، وهو تجاهل إرسال كتاب الإقالة. سيقبل أي نتنياهو، سيقبل اعتذار جالانت، جالانت يواصل عمله كالمعتاد، الجمهور الإسرائيلي يرحب بذلك، القوات الإسرائيلية تستعيد الثقة بجالانت، وأيضا أعتقد بأن بقاء جالانت في منصبه سيثير عقبة كبيرة في التوتر بالعلاقات بين واشنطن والقدس، خاصة لدور واحترام وتقدير المستويين السياسي والأمريكي والعسكري الأمريكي لجالانت شخصيا، وأيضا لكونه الصوت المعتدل داخل الحكومة الإسرائيلية المتشددة حاليا. طيب لو يعني رحل جالانت عن منصبه، ربما ضمن صفقة تسمية، هو أقيل أم فقط قدم استقالته بغض النظر، هل يتحول إلى زعيم معارضة يكون له صوت قوي في الشارع؟ أعتقد بأن السؤال هو هل متى ستتم الانتخابات القادمة، وما هو المعسكر الذي سيعيده المعارضة الحالية؟ تدعو نتنياهو إلى عدم إقالة جالانت وتتمسك به، خاصة قادة المعارضة من بين الضباط وبين رؤساء الأركان السابقين الذين يقدرون جالانت كقائد عسكري وبطل عسكري ولمواقفه المعتدلة داخل المجتمع الإسرائيلي حاليا. ولكن من جهة ثانية أعتقد بأن بدون قاعدة شعبية واسعة داخل حزب الليكود لا يمكن لجالانت أن يتصدر أو يتبوأ أي منصب قيادي مستقبلي إذا أزيح من منصبه. طيب هل الضغوط الأمريكية تلعب دور في هذا الاتجاه؟ يعني واضح أن الأمريكيين ممتعضون من مسألة إقالة جالانت. لا شك أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مبنية ليس فقط على المواضيع السياسية، بل أيضا على العلاقات الوثيقة في المجال الأمني والعسكري، وكل وزير أمن إسرائيلي هو يحظى بالمصداقية ويحظى بالعلاقات الشخصية مع المستوى الأمني الأمريكي. ولذلك في هذه الظروف جالانت أصبح قناة الاتصال ربما الوحيدة الوثيقة التي يمكن على واشنطن الاعتماد عليها في ضوء التوتر القائم مع المستوى السياسي الإسرائيلي. ولذلك أعتقد أن واشنطن ترى بأي قرار بإقالة جالانت عن منصبه بصورة فعلية هو بمثابة تصعيد في التدهور في العلاقات بين البلدين. طيب تظاهر لجنود الاحتياط أيضا ضد ما يقدم عليه وما يفعله نتنياهو، هل هذه الظاهرة من المحتم، وأنا أسأل، أن تقلق أيضا الحكومة وقيادة الجيش؟ ثبت بأنه ربما كان هناك تضخم في الخطورة وفي ما قيل، ولكن من جهة ثانية هناك حسب التقييم لهيئة الأركان العامة وكما رفعت التقارير إلى كبار الوزراء يتضح بأن ليس هذا هو التأويل الذي قيل بأنه أضر بالجهوزية القوات الإسرائيلية. من بين أولئك الذين قالوا بأنهم سوف لا يتطوعوا لخدمة الاحتياط، التطوع في خدمة الاحتياط كان هو مشروطا، عادوا وعدلوا عن موقفهم. اليوم الكل يتطوع للخدمة، استوعبوا الدرس. الحكومة نتنياهو شخصيا جمد مراحل تشريع قوانين الإصلاح، ولذلك أعتقد بأن هناك هدنة مؤقتة بين الطرفين، ولذلك ليس هناك أي سبب
في القلق بقدرات الجيش الإسرائيلي أو في جهوزية الجيش الإسرائيلي أو معنويات. ما قبل أن ينفد الوقت، ما العقوبة في القانون عندكم إنه إذا يعني لم يذهب جندي الاحتياط إلى الخدمة رفض؟ علينا أن نميز بأن الاحتياط هو إلزامي، ولكن نحن نتحدث عن مجموعة من الخبراء والضباط والملمين في مهن معينة مثل الطيارين، الذي لا ينطبق عليهم قانون الاحتياط لأنهم تجاوزوا سن الاحتياط. ولذلك أنا بسأل عن الجندي اللي يجب أن يخدم سنويا في الاحتياط، شو القانون اللي يعاقب عليه؟ قرار بالسجن أو معاقبة أو تدفيع غرامة مالية، وهذا يتوقف على مدى تغيبه عن الخدمة، الأسباب التي دعت لذلك، وسعر المبررات التي سيقدمها إلى المحكمة. ولكن لا شك أن هناك جزاء في حال تهرب الشخص من أداء واجبه تجاه الوطن.